وأن أدعى اليوم لحضور حفل الاحتفال بأستاذ جليل وعالم من علماء الطب في مصر، والأستاذ الدكتور رشاد برسوم، له شرف عظيم لي، وأن أحظى أيضا بلقاء الأحباء. فلكم أن تعلمون أن الأستاذ الدكتور رشاد برسوم ليس عالما في مجاله فحسب، فهو أستاذ جليل أثرى بعلمه دائما وبإنسانيته عالم الطب. وجميل أن أرى العديد من زملائي، زملاء الدفعة، أستاذ الدكتور ماهر، أستاذ الدكتور أشرف، زملائي الأعزاء من دفعتي في الطب، وهم تلاميذ الأستاذ الدكتور رشاد برسوم. دكتور رشاد علامة من علامات الطب، علامة من علامات الطب في مصر اللي أثروا الهوية الطبية المصرية. إذا كنا بنذكر أن الطب في مصر بدأ من مدرسة الطب من عام 1825، ثم 1827 حما انتقلت إلى القصر العيني بعد أبي زعبل، وتوالى على الطب في مصر علامات كبيرة، علامات فارقة. فالطبيب الإنسان الذي أثرى بعلمه وبإنسانيته وبحبه لمرضاه ولتلاميذه، الأستاذ الدكتور رشاد برسوم، تحية من القلب. جميل يا دكتور رشاد أن ترى علما في كل مكان، ولكن الأجمل أن تزرع العلم في كل إنسان، وقد زرعت العلم وزرعت الإنسانية في الطب، فهنيئا لك بجائزة الحكمة. يقول الله تعالى: من يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أتاه الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلك الكثير من الخير بحكمتك وبجائزة الحكمة العظيمة. اليوم هو يوم النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، وترفع الأعمال إلى الله، وأعمالك الجليلة ترفع إلى الله بإنسانيتك وبعلمك الغزير وبمحبتك وبما أثريت به الطب ودعاء مرضاك دائما أمامك وخلفك. هنيئا لك بعلمك وهنيئا بإنسانيتك، ونحن سعداء جميعا بالجائزة، ونشرف دائما بوجودنا في هذا المكان في كل مناسبة. شكرا لكم.